تحية مجددا كافة المنابر الإعلامية اللي حاضرة معنا هنايا في التغطية. حنا كنتواجدوا هنا في ساحة الأمام كأحرار ديال حركة 20 فبراير، وهنا رسالة أكررها لجميع المنابر الإعلامية، على الله باللي أن توصل لهاد المسؤولين وتوصل لهاد النقابات المناضلين، باللي أن بركة من النقاشات الاستفزازية والنقاشات الصالونية وينزلوا لأرض الواقع. هاد الوقفة اللي كتشوفوا دابا باللي أن هي مكتسب ديال المناضلين ديال الأحرار اللي تحملوا المسؤولية وبداو هاد الشكل هذا النضالي اللي في الأصل خص يكون النقابات هما اللي يبداو هاد الأشكال النضالية. ما يخليوش الشباب اللي ما لا منتمي يبدا بحال هاد الأشكال هادو يتحمل المسؤولية. تحية من داليا. نحيي جميع المناظر الإعلامية اللي كتغطي هاد التظاهرة هذه أو هاد المظاهرة بخصوص غلاء ديال الأسعار في مدينة طنجة في ساحة الأمام، وحنا من طبيعة الحال كنسكروا هاد الفعل هذا في غلاء الأسعار، لأن كما يعلم الجميع أن المجتمع ديالنا يعني مجتمع يختلف من حيث الطبقات، هناك طبقات متوسطة، طبقات غنية، طبقات كادحة، والوضع المعيشي في بلادنا لا يبشر بالخير صراحة. نحن نعاني المرين، نعاني من أزمة ديال كوفيد 19 أو ما يعرف بكورونا، وكذلك غلاء ديال الأسعار، والمواطنين صراحة يعني وصلت بهم العظام، ما جاو لنا إلا أنهم باش يطلبوا بالحقوق ديالهم. كما كيعلم الجميع بأن الزيادة في الأسعار يعني زيادة عالمية، ولكن الدول الأخرى رغم هذه الزيادة أو هذا الرفع في جميع المواد الغذائية إلا أنها استطاعت تلبي لهم الحاجيات ديالهم باش ما تخليهمش أنهم يحسوا بالفرق. حنا السكان مدينة طنجة اليوم خرجنا نحتجوا في مدينة طنجة على الأسعار اللي تزادت، اللي عرفت تزادت واحد 30 ل 40%، وتزادت في الأسعار في مواد غذائية في الخضار والفواكه. حنا كنوجهوا هذه الرسالة من السيد الرئيس الحكومة السيد أخنوش، ثم كنصرفوا الدروس الشعر عباد الله مقصح ما عندوش، الصالير ديالو ما كيفوقش فوق 2500 درهم، ملي وصلت الزيزانة 90 درهم، هاد الراجل وين كيدخل 100 درهم 80 درهم، واش ايتيها من الكرا واش ايتيها من الودا واش يشري بها بدون هاد الزيت، ثم عملوها عملية حسابية. وكنوجهوا هاد الرسالة من اللي كيتحمل المسؤولية هو الرئيس الحكومة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.